في الأثناء يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أهلا بك محمود، ومتابعتك لهذا السياق ولهذه المساعدات إلى معبر رفح، تفضل. نعم، بعد التحية لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكن دعوني أبدأ بيعني الجهود التي يعني بدأتها الدولة المصرية فيما يتعلق بإنشاء مخيم إغاثي في جنوب قطاع غزة، تحديدا في محافظة خان يونس. هذا المخيم يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، وقامت جمعية الهلال الأحمر المصري بإنشاء هذا المخيم في محافظة خان يونس لإيواء النازحين من شمال غزة، ويأتي تخفيفا أيضا على الأشقاء الفلسطينيين. هذا المخيم قارب من الانتهاء في مرحلته الأولى التي تبلغ 300 خيمة تسع أكثر من 1500 شخص، تمهيدا لإجراء مراحل أخرى تستوعب إلى ما يقرب من 5000 شخص. فهذا هو يعني الخبر الأبرز لهذا لإيصال المساعدات ودعم الجهود المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين. ثم لازالت في هذه النقطة أيضا الدولة المصرية تواصل جهودها في تنسيق مهام المنظمات المختلفة التي يعني تقدم خدماتها الطبية، وكان بالأمس دخول وفد من منظمة الصحة العالمية تحديدا إلى مستشفى خان يونس والمستشفى الأوروبي للوقوف على حالة الجرحى والمصابين، وأيضا وصول المستلزمات الطبية. هذا بالإضافة إلى معبر رفح اليوم أيضا وصل إلى الجانب الفلسطيني 60 شاحنة محملة بعدد كبير من المواد الغذائية، بالإضافة إلى أنه دخل من بوابة معبر رفح المصرية اليوم إلى منفذ العوجة من 73 إلى 74 شاحنة، بالإضافة إلى 4 شاحنات وقود واستقبال عدد من المصابين. نتحدث على أن المعبر اليوم استقبل عدد من المصابين بالإضافة إلى مزدوجي الجنسية، وصل عددهم إلى 300 من مزدوجي الجنسية، بالإضافة بالطبع إلى مطار العريش الذي لازال يستقبل كل طائرات المساعدات، حيث وصل إلى مطار العريش اليوم طائرتين، الطائرة الأولى من الإمارات على متنها 46 طن من المواد الغذائية والإغاثية، بالإضافة إلى طائرة أخرى قادمة من قطر على متنها 41 طن من المواد الغذائية والإغاثية لإيصالها إلى قطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. فالمجهود المصري وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية يتم العمل على قدم وساق لتقديم كل المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. طيب محمود، فيما يتعلق بمخيم إغاثي في جنوب قطاع غزة، كما ذكرت محمود مصر هي التي قامت بهذا الجهد في هذه المنطقة لاستيعاب كما ذكرت 5000 فلسطيني، هل المساعدات تصلهم بشكل مباشر أم أيضا هناك يعني إجراءات تفتيشية وما شابه من قبل جيش الاحتلال؟ لازالت الإجراءات التفتيشية موجودة، وهذا ما يعرقل وصول أكبر عدد من الشاحنات إلى قطاع غزة، لأن العدد الذي يدخل من بوابة معبر رفح المصري مقارنة بالعدد الذي يصل إلى الجانب الفلسطيني، فعدد الشاحنات التي تصل إلى الجانب الفلسطيني هي قليلة للغاية، وهذا بسبب الإجراءات التفتيشية سواء في منفذ العوجة أو حتى في معبر كرم أبو سالم، لأنه في الحالة الطبيعية وما قبل الحرب على غزة منفذ كرم أبو سالم فقط كان يستوعب من الشاحنات التجارية أو البضائع، كان يستوعب في اليوم 500 شاحنة تدخل يوميا من منفذ كرم أبو سالم إلى معبر رفح، وهذا العدد لا يتم الآن دخول هذا العدد أو حتى نصفه إلى الجانب الفلسطيني. فبالتالي كل هذه إجراءات التفتيش تعرقل وصول أكبر عدد من المساعدات، رغم أن قطاع غزة في حاجة ماسة إلى دخول أكبر عدد من الشاحنات والمستلزمات. نعم.
المستلزمات صحيح. خاصة المستلزمات الطبية، وهذا ما نأمل فيه وتأمل كل الوفود في أن يتم تفعيل آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن بتسريع وتيرة وصول المساعدات إلى قطاع غزة بصورة أكبر، لأن قطاع غزة بحاجة إلى هذا الأمر. صحيح، شكرا جزيلا لك محمود على كل هذه التفاصيل. محمود جميل من معبر رفح البري.